من رفح الفلسطينية ينضم إلينا بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. بشير مرحبا. إذن حصيلة يومية تتمثل في عشرات الشهداء وأضعافهم يسقطون جرحى جراء الغارات الإسرائيلية وكذلك القصف المدفعي لقوات الاحتلال، ماذا لدينا في التفاصيل؟ تحية لك رغدة. يعني الطائرات الحربية الإسرائيلية لا تتوانى عن قصف المدنيين الفلسطينيين هنا في قطاع غزة، فيسقط العشرات من المواطنين ما بين شهيد وجريح بشكل يومي. هذه المجازر اليومية باتت ترتكب على مرأى العالم ومسمعه، وآخر هذه الجرائم المرتكبة كانت بحق عائلة فلسطينية وهي عائلة عبد العال في مدينة رفح، عندما باغتت هذه العائلة وهذه الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل العائلة بالقصف، مما أدى إلى ارتقاء ما يزيد عن 16 شهيدا ومعظمهم من الأطفال والنساء، كانوا يبيتون ليلهم آمنين في منزلهم. فقامت الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف المنزل وتدميره فوق رؤوس ساكنيه، ولا زال هناك عدد آخر منهم أسفل أنقاض المنزل المدمر. أيضا الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا آخر يعود لعائلة جودة في رفح الفلسطينية، واستشهد في هذا القصف 3 شهداء. آخر هذه الغارات كانت استهدفت منزلا في منطقة المصبح في شمال مدينة رفح. هذا المنزل كان مغلى من الفلسطينيين وغير مأهول بالسكان حينما قصفته الطائرات الحربية الإسرائيلية، لكن هناك أعداد من المصابين من جيران هذا المنزل ومن المواطنين الذين كانوا مارة في الطريق حينما سقطت هذه القذائف على المنزل فدمرته بشكل كامل. أيضا الشهداء لا زالت ضحيتهم في أعدادهم في ارتفاع مستمر، خصوصا بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة لنويري في المنطقة الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى لارتقاء شهيدين وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة. إسرائيل لا تأبه لأي ضحايا من المدنيين الفلسطينيين، هي تقوم بتدمير المباني والمنشآت والطرقات وتقتل الفلسطينيين، وارتقي المئات والآلاف من الفلسطينيين شهداء ومصابين جراء هذا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 198 على التوالي. بشير، إلى أي درجة هذه الكثافة من الغارات الجوية مؤخرا على مدينة رفح جنوب قطاع غزة ربما تثير مخاوف بشأن ما قد تكون مقدمة لعمل عسكري قادم مع استمرار التهديدات الإسرائيلية بعملية برية في رفح؟ يعني رفح منذ الساعات الأخيرة، يعني نتحدث عن 24 ساعة الماضية، تعرضت إلى أكثر من 10 غارات متتالية. هذه الغارات استهدفت منازل وأراضي زراعية وطرقات في هذه المدينة، مما أدى إلى تدمار واسع في الأماكن المستهدفة ومحيطها بشكل كبير، وارتقى العديد من الفلسطينيين كشهداء. أيضا المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف عن إطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية لهذه المدينة، وهذه المدينة أيضا تشهد في سمائها تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع والطائرات الحربية بكافة أنواعها. هذه الطائرات وخصوصا طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة تسيرها إسرائيل في أجواء قطاع غزة لجمع أكبر معلومات وعمليات استخبارية عن المواطنين الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. قد تكون هذه إشارة لبدء الاحتلال بعملية عسكرية ضد هذه المدينة وتنفيذ تهديداته المستمرة، والتي يعني تكثفت خلال الأيام الأخيرة بشن عملية عسكرية واسعة ضد مدينة رفح. الرفح ليست بعيدة عن هذا العدوان، ولكن إسرائيل هي تريد توسيع عملياتها البرية ضد هذه المدينة حسب تهديدات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد الفلسطينيين وضد رفح خصوصا. أخيرا بشير، الأوتشا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أصدرت بيانا تحذر فيه من استمرار عرقلة إسرائيل لإيصال الوقود إلى المستشفيات تحديدا والعديد من المواد الضرورية والحيوية للمصابين. كيف تبدو حال البنية الصحية في رفح تحديدا، وهل يمكن أن تستوعب
أي أعداد من الجرحى ربما يعني تسقط بشكل وبأرقام كارثية في حال ذهبت إسرائيل إلى العملية البرية؟ يعني رفح هي آخر النقاط وآخر الأماكن التي هي أمام النظام الصحي في قطاع غزة التي تقدم خدماتها للمواطنين الفلسطينيين. هذه المستشفيات المتواجدة في رفح رغم مساحتها الصغيرة وقلة إمكانياتها هي باتت آخر ما تستطيع تقديمه يعني المنظومة الصحية للمواطنين الفلسطينيين، خصوصا بعد تدمير الاحتلال للمشافي وللمنظومة الصحية في الشمال وفي الوسطى في خان يونس، بعدما تدمير مجمع ناصر الطبي ومجمع الشفاء والعشرات من المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة. هذه المستشفيات هي بالكاد تستطيع تقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى هنا في قطاع غزة، رغم ذلك فإن إسرائيل تواصل عرقلة إمداد هذه المستشفيات بالوقود اللازم لتشغيل المولدات وكذلك بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتعزيز صمودها، على الرغم من أن هناك العديد من الشاحنات التي تحاول أن تصل إلى هذه المستشفيات وتمدها بالمستلزمات الطبية، إلا أنها لا تفي الحاجة الكبيرة والملحة لتقديم الخدمات الطبية والصحية للمرضى والجرحى هنا في قطاع غزة. نعم، من رفح الفلسطينية شكرا جزيلا لك بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية.